لمن غادي تعطى وما غاديش تعطى لكل الناس. زكاة الفطر كنعطيوها لواحد مسلم واحد الفقير مسكين، يعني بحال اللي هضر عليهم القرآن الكريم بالنسبة لزكاة الأموال بالصدقات للفقراء والمساكين. لكن هناك من أهل العلم يقول بأن زكاة الفطر يمكن نعطيوها لجميع المصارف الثمانية، ممكن نعطيوها للمصارف الأخرى، وهذا مهم جدا على الأقل بالنسبة للجمعيات والمؤسسات، يعني أن المؤسسات الخيرية ما دام أنها ستقوم بصرف الزكاة وبتوزيع الزكاة في مصارف راجعة إلى المستفيد الذي هو فقير مسكين، هذا كله يشجع الناس على أداء الزكاة للجمعيات المنضبطة لأنها تصرفها في مصارفها الشرعية خاصة النصر للفقير والمسكين، هذا هو الحد المتفق عليه. كيبقى واحد السؤال كيسول عليه الناس بزاف وأيضا مهم وعنده علاقة بهذا اللقاء، هو مكان دفع زكاة الفطر. الأصل أن زكاة الفطر تؤدى في البلد الذي يوجد فيه المزكي حين وجوب الزكاة عليه، والمكان الذي يوجد فيه الشخص الذي يستفيد من 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 الزكاة. لكن لا بأس من الناحية الشرعية، لا بأس من أدائها في غير بلد مزكي، ما دام كاين واحد حاجة، كاين واحد القرابة، أو أنه كاين مستحقون في بلد المستفيد من الزكاة في بلد آخر، أو أنه هناك اطمئنان أكثر، لأنه إذا دفعت في شيء بلد آخر ربما ما نقدرش نقوم بالتحري اللازم وما نعرفش واش هذا فعلا يستحق الزكاة أو لا. فإذا عندي الناس متأكد بأنهم يستحقون زكاة الفطر في بلد آخر فهذا أسلم من الناحية الشرعية، وأيضا هذا الأمر يفضي إلى أن نقول بأنه أيضا من المهم جدا الإنسان ما يقدرش يتحرى ولا يقدر يضبط يعطيها للجمعية التي عندها القدرة وهي مؤهلة لجمع هذه الأموال ولصرفها وفق ضوابطها الشرعية. فمثلا الجالية المغربية أو اللي كنسمعوا عنها مغاربة العالم يمكن أنهم يصفتوا زكاة الفطر وهم في بلاد مختلفة من العالم يصفتوها إلى المغرب إلى الجمعية التي تعتبر مؤهلة لهذه الزكاة. كيبقى واحد الأمر الإنسان لظروف من الظروف سهوا يعني سيانا تهاونا إلى آخره ما دفعش الزكاة في وقت الوجوب لهذا العالم، شنو هو الحل؟ يخرجها بعد ذلك، ما كتسقطش عليه، يعني ما خرجهاش مثلا قبل صلاة العيد، ما خرجهاش ودازت يومين ثلاثة أيام وأربع أيام عاد تفطر أو أنه كان غافل عاد نبهوه الناس، يخرجها يعني بمعنى أنه تبقى دينا عليه وغادي يزيد أنه يستغفر الله عز وجل على تأخير في أداء زكاة الفطر، بمعنى أن زكاة الفطر هي من الحقوق التي لا تسقط بالتقادم. يبقى المسألة أو السؤال الأخير، هل يجوز أداء الزكاة زكاة الفطر للمؤسسة الخيرية بحال إسوة صغيرة جوفو؟ الأصل أنه يجوز، علاش؟ لأن المؤسسة تعتبر وكيلة وأمينة، والوكالة في أداء الزكاة جائزة عند العلماء. بالعكس كاين بعض الأمور الأخرى اللي أشرنا إليها سابقا ولا بأس من التأكيد عليها، أنها هذه الجمعية إذا كانت مؤهلة، وهذا مهم هذه القضية اللي كنقول أنها ما دامت أنها مؤهلة فإنها تصرف الزكاة، على الأقل عندها القدرة أنها تصرف الزكاة في هذاك اليوم على اليتامى وعلى الناس اللي كتبناهم اللي كتقوم برعايتهم داخل قرى الأطفال، عندها هذيك القدرة، حتى ولو كان عندها وعاء من أموال أخرى، عندها أموال وزكاة أخرى، فهي غادي تجي فلوس ديال زكاة الفطر، وهذا أسلم من الناحية الشرعية أنها غادي تصرفها في هذاك اليوم على الأطفال وعلى اليتامى اللي كتقوم برعايتهم. وأيضا المؤسسة عندها تعدد في المصارف، فيمكن أنها تشري بها الدواء، ممكن تشري بها الملابس، ممكن تشري بها الغذاء، ممكن دير فيها بزاف ديال الأمور حسب المصارف الشرعية اللي هضرنا عليها اللي متعلقة أساسا بالفقير والمسكين. فأيضا أنها يمكن تعطيها يستفيد منها شخص واحد إذا كان مبلغ، ممكن يستفيد منها 4 أشخاص، ممكن يستفيد منها 50 شخصا، ممكن يستفيد منها أكثر وهكذا. هذه هي أمور أساسية التي أشرنا لها بإيجاز شديد وبلغة بسيطة واضحة يفهمها كل المستمعين بثقافاتهم المختلفة وبدرجات معرفتهم مختلفة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.